المتحدثة القادمة إنغريد بيتانكورت، وهي عضو سابق في مجلس الشيوخ الكولومبي ومرشحة رئاسية سابقة. ستتحدث عن خبراتها وهي نشيطة في الدفاع عن الحقوق وداعمة للمجاهدين والمقاومة الإيرانية. رجاء رحبوا معي مع بالسيدة إنغريد بيتانكورت. شكرا جزيلا. وكما أتابعكم وأتابع السيدة مريم راجوي وإصرارها وكلماتها، اندهشت كثيرا وأعجبت كثيرا بهالفرق ما بين هذه السيدة، قائدة متميزة تقوم بمسك علم المقاومة وحقوق الإنسان والحرية وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين من ناحية، ومن ناحية أخرى هذا الرجل إبراهيم رئيسي الذي عين رسميا كرئيس لإيران، وبعد هذه الانتخابات المزورة وأيضا بعد أقل عدد من أصوات انتخابات عقدت تحت القمع الشديد، ونحن أيضا كسيدات عانينا والسيدات عانينا من حرمان من الترشح، وأيضا فلنا أن نتحدث عن هذا الرجل الذي كان المسؤول السابق عن القضاء الإيراني والمعروف بالجذار، الجذار نتيجة جرائمه التي ارتكبها ضد حقوق الإنسان والمذبحة الكبيرة في عام 1988، والآن وما زال التعذيب والاختفاء القسري مستمر. إبراهيم رئيسي مسؤول عن هذه المجازر، وعندما طلب عنه سئل عن انخراطه في هذا قال أنه لابد أن يمدح لذلك وأنه يفتخر بعمله. على النقيض أن السيدة مريم رجوي أعلنت مرة ثانية انتصارا متميزا ضد هذا الوضع، وأيضا ونرى الدبلوماسي الأسدي الذي حاول أن يقوم بتفجير هذه الفعلية في باريس. هذا هو التناقض الكبير الذي نراه، هذا هو السبب الذي يعطينا سبب لإعجاب المقاومة الإيرانية والذي يحركنا عاما تلو الآخر أن نأتي وننضم إليكم لتستمروا في هذه المعركة ضد النظام الإيراني، ونقف معكم في هذه المعركة. ولم يعد يرتدي قناعا أحمد نجاد روحاني أو رئيسي، جميعهم واحد ونفس الشكل لهذا الوحش الذي يهين القيم التي نتشارك فيها. يعتقدون أنهم سيكونوا الفائزين على المدى الطويل بالكذب، وأن يستخدموا أيضا هذه الألعاب بحكومات تأتي وتذهب وبتناقضات باستراتيجيات قصيرة المدى. مرة يسعى حاول التفاوض ومرة أخرى بالتصادم. كانوا على حق إلى حد ما بهذا الصدد، ولكن لم يعد هذا هو الأمر الواقع، لأنهم بالفعل هزموا وأنهم يعلمون أنهم لن ينتصروا. النهاية وصلت هنا ولديها اسم ووجه، الاسم هو كل أشرفي والوجه هو وجوهكم أنتم ووجه مريم رجوي، لأن مثالك للتصميم والعزيمة. فإن الشباب في إيران لديهم الجرأة لمحاربة النظام الملالي والخميني في ضوء النهار، ويقول الموت للطاغية. وهؤلاء الشباب من الفتيات والفتيان ولدوا تحت الطاغية وعاشوا حياتهم تحت القمع،
وكان بالنسبة لهم هذا ما يسمى بالعادي. ولكن لكن عندما يستمع إليك وتقوم باستيقاظهم، أنتم الأشرفيون، أنتم مصدر القوة للأجيال الجديدة التي يمكن أن يتعلموا من خلالها ماضيهم والذكريات التي مرتبطة بأيضا كيف لهم أن يتقدموا إلى المستقبل. وبعد إطاحة بالديكتاتور الشاه، فإن الملالي قاموا باستعباد الإيرانيين، وهذه الذكرى بشكل حياة الفردية والجماعية هي الحقيقة، الحقيقة التي تجعل الأناس ينظرون إليكم أنتم من تقومون بحماية هذه الذكرى ضد ما يحاول أن يقوم به الملالي، ويقوم قد يحاول إلغاء ومحي هذه الذكرى الخاصة بالمجزرة وبالأكاذيب المختلفة، ولكنهم أبدا ينجحوا في كسب قلوبكم. فأنكم أنتم جيش المقاومة ومحاربي الحرية في الإيران، فإن جروحكم وما أصابكم ودموعكم هي أذرع ضد هذه الجهات الخبيثة. وأيضا وأتذكر ما حدث في عام 1988، صدمت بهذا وما حدث، وأتمنى أنه المسؤول يتحدث ويقول أيضا أنكم ستحققون أيضا إرادة الله، وألا تترددوا ولا يكون لديكم أي شك بأي تفاصيل. وهو يطالب من جلاديه أن يكونوا أكثر شراسة. هذا تعبير عن شخص وحشي، حيث يطالب باسم المولى القتل والتعذيب والعنف كحيوانات شرسة. يطالب من مسؤولين معينين أن يخترقوا قوانينهم بلا أي تردد واحتضان الشر دون أي شك، ودون والدفع بوكلائه إلى نوع إلى من السلوكيات الشريرة. فهذا هو صلب هذا النظام، ولمواجهة هذه النوع من عدم الاهتمام بحقوق الإنسان بحب وأيضا وبتضامن وعاطفة قوية. ونحن أنا شخصيا أيضا شاهدت أيضا وأقف معكم وأقف في معسكركم، فأنتم جيش وأيضا وتعيشون مع بعضكم البعض في قوة، وما يبقيكم ليس هو الخوف ولا الكراهية ولا الانتقام ولا الشراسة، وإنما العطش نحو العدالة والحقيقة والتحول، القوة التحول الكبيرة للحب الذي تتشاركون فيه جميعا تجاه بلادكم، بسبب أن الشباب الإيراني يعرفون ذلك ولذلك تابعونكم. فأنتم تمثلون وجه المرأة التي تعاني ولا تستسلم، التي تمثل القوة والشيء الطيب على عكس أوجه الملالي الذين وما نرى الآن هو نهاية هذا الكابوس. هذا هو بسببكم أنتم، فالأناس في كل أنحاء إيران ينظمون أنفسهم، يريدون أن يكونوا في وضع استعداد للانتقال نحو الديمقراطية. مريم رجاوي وعدتهم التضحيات من كل منكم في وكل نقطة دماء وعرق
وكل تعبير عن أمل وعاطفة، كل جهد حققت للبقاء على الحياة أثمر الآن، ولم يفقد أي شيء، فكل كلمة تزدهر ولها زهرتها الآن، فأنتم نهاية هذا الطغيان، كل منكم يمثل مفتاحا نحو الحرية. نحن هنا معكم لا نفكر أن أي منا يمكن أن يقوم بشيء أفضل أو يعدل هذه الديكتاتورية عوضا عنكم، ولكن نحن هنا على علم أنكم لا يمكن استبدالكم ولا يمكن الاستغناء عنكم لبقاء إيران وعودة إيران، وبإعجابنا وبإيمانكم بإيماننا في انتصاركم وإنجازاتكم، ونتشرف باختياركم البطولي، ونقف معكم لأن هذا هو الوقت لعقد المسيرة نحو الإمام، نحو الأمام، نحو الانتصار. وشكرا جزيلا، وشكرا أيها الأشرفيون، شكرا لكم. Thank you so much, Ingrid Betancourt. شكرا لإنغريد باتنكورت على هذه الكلمات الملهمة. Thank you so much, Ingrid Betancourt. وشكرا لك يا إنغريد باتنكورت على